أولا تحية لك يا أخ أحمد وتحية للشعب المصري، وأهنئكم بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي حدث أمس زلزال حقيقي، ولأن نفذ الصبر ونفذ الصبر على دولة قطر، لأن عانت الأمرين دول مجلس التعاون دون استثناء من دولة قطر، بالإضافة إلى استمراريتها في أن هي تدعم الجماعات الإرهابية في سيناء، وأيضا وجهت رسالات تهديد قبل أيام إلى الجزائر وإلى المغرب وإلى تونس، إذا لم تخضع للمشيئة القطرية فإنها ستتصرف معهم تصرفا آخر. طبعا مثل ما قلت أنا الآن اللي هو بيانات دول الخليج والقرارات التي اتخذت مجتمعة، طبعا ظلت الكويت اللي هي الآن ستعمل بكل جهد لكي يعود التضامن العربي مرة أخرى، ولكن عندما زار الأمير تميم دولة الكويت في شهر رمضان الصراحة الوفاقة الكويت فشلت قبل أن تبدأ، لأن كان هناك في رد حاسم يعني وقوي جدا من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات ومن دولة البحرين، لأن في الآونة الأخيرة دولة قطر تدعم العمليات الإرهابية في داخل المملكة العربية السعودية خاصة في منطقة القصير والعوامية، وأيضا ظلت أيضا في الأحداث الإرهابية الأخيرة التي حصلت في البحرين وراءها هي لأنها تريد إقصاء الأنظمة الخليجية، وهذا لم يكن وليد اللحظة، كان من فترة طويلة، وحتى الحراك الذي حصل في الكويت في عام يعني بداية الربيع العربي كانت وراءه هي قطر، كانت وراءه هي قطر، يعني احنا في الكويت عانينا من هذا، وكادت الكويت ان تضيع لولا ان هناك يعني سمو الامير يعني وجه يعني رساله شديده اللهجه الى القياده القطريه لترفع يدها عن الكويت ولا تتدخل في الشان الكويتي. هل الكويت هتاخد نفس القرارات اللي خدتها النهارده ثلاث دول في مجلس التعاون من الست دول؟ شوف استاذ احمد، في انا اعتقد الان هو اللي راح يكون محور القاهره والرياض والاربع دول في مجلس التعاون الخليجي. الان القياده لمصر والسعوديه. واعتقد ان احنا كدوله في الكويت سننضم الى المؤثر الذي يضم المملكه العربيه السعوديه والذي يضم ايضا دوله الامارات العربيه المتحده والبحرين ومصر والاردن. هذا النظام انا اعتقد ان اتجاه الكويتي في هذا الاتجاه، ولن تكون مع المؤثر الاخر الذي يضم اللي هو ايران وقطر وسلطنه عمان وتركيا. على فكره تميم لن يطول في الحكم. تذكر كلامي، تميم لن يستمر في الحكم والدور آتي ايضا على تركيا. لا تميم بتقولي لن يستمر في الحكم؟ نعم لن يستمر في الحكم نهائيا. ايه اللي هيتم؟ يعني ايه التوقعات اللي عندكم في الخليج عن اللي هيتم داخل العيله الحاكمه النهارده؟ انا اعتقد ان هناك في على اساس دعم يعني هذه القياده القطريه الموجوده حاليا، اعتقد ان هناك عده انقلابات صارت في قطر، وكان هناك في ايضا في انشقاق في الاسره الحاكمه، والدليل على ذلك ان هناك طبعا في ان 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 طلعت تصريحات من ابناء الاسره الحاكمه تعتذر الى المملكه العربيه السعوديه والى دوله الامارات العربيه المتحده لما قامت به القياده القطريه في الاونه الاخيره. فاعتقد ان هناك لن تستمر هذه القياده في الحكم وقريبا جدا. ايه الاجراءات اللي مجلس التعاون دلوقتي يعني يمنع التعامل مع بالنسبه لمسائل رياضيه سياسيه، ايه الاجراءات اللي هتتم خلال الساعات القادمه؟ الساعات القادمه سحبت الان بطوله كاس الخليج العربي من قطر التي ستكون في ديسمبر في نهايه 2017، طلع قرار بسحب البطوله منها. ثانيا ايضا كل يعني لا معلش يا استاذه عائشه، بتقولي لي طلع قرار بسحب بطوله خليجي هي كأس الخليج العربي من قطر، نعم طلع هذا السحب الآن، وكان جاء خبر عاجل بسحب بطولة كأس الخليج العربي من قطر، لن تكون هناك أي فعالية قطرية، وستلحقها أيضا أن لن يكون هناك بطولة كأس العالم في قطر،
الرشوه ولن تفوز يعني الا بالرشوه. لا، الاهم من الرشوه النهارده، الاهم من الرشوه انه دوله داعمه لدوله دوله ارهابيه. لما بتصنف الدوله هي ارهابيه هي من الدول العربيه الشقيقه يبقى ده على طول للعالم رساله ازاي بتقيم بطوله كاس العالم 2022 في دوله ارهابيه فيها جماعات ارهابيه، داعش واخوان ارهابيين وقاعده. وعلى فكره يا قد الان القصه التي قسمت ظهر البعير ان اثناء انعقاد القمه الثلاثيه اللي كانت في المملكه العربيه السعوديه بحضور الرئيس الامريكي، ذهب رئيس وزراء ذهب وزير الخارجيه القطري الى ايران في زياره سريه، وبعد ذلك هناك كانت زياره سريه اخرى للالتقاء بالجنرال قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري في العراق، وذلك بعد ذلك تم نشر قوات من الحرس الثوري على الحدود السعوديه القطريه في رساله استفزازيه للمملكه العربيه السعوديه.